بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، ونشكر الله سبحانه وتعالى، ومن ثم كذلك كل من على السلطنة على ما يقدمونه مساعدات من خدمات لمختلف شرائح خاصة ذوي الإعاقة في مجال التقنية المختلفة، التثقيف، التعليم، في داخل المجتمع. كل الحمد لله الجهات الحكومية والقطاع الخاص، نحن سعداء جدا. لذلك نحن اليوم ما عندنا ضيف موجود معنا، كيف ممكن نحن نجد الحل؟ ممكن تفكروا كيف نحن ممكن تكون صعوبة؟ لا، ما تكون هناك فشل، ولكن بسبب جائحة فيروس كورونا. طبعا نشكر أول شيء الهيئة العامة، الهيئة الإذاعة والتلفزيون، الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، وكذلك الهيئة العامة لتقنية المعلومات، وأيضا شركة حياة على تعاونهم في أنه نخرج بنتيجة في مسألة عدم وجود الضيف، ولكن من خلال التقنية ممكن أن احنا نتواصل مع الأشخاص الصم وهم موجودون في بيوتهم مرتاحين والله يحفظهم، ومن خلال التواصل المرئي ممكن أن احنا أيضا نتواصل. وكذلك نحن نكون فخورون جدا بالهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون في إتاحة هذه الفرصة بالتواصل، وكذلك نشكر المهندسين على أنهم يعني طوعوا هذه التقنية في أن تخدم ذوي الإعاقة والمجتمع بشكل عام. نحن أيضا هذا يشكل لنا إيجابية وثقة كبيرة جدا بنا في سلطنة عمان، والحمد لله. ممكن الكل، نحن في الوطن العربي نكون أول دولة تستخدم التقنية في التواصل مع ذوي الإعاقة السمعية من خلال هذا البرنامج. اليوم نحن كجمعية العمانية ذوي الإعاقة السمعية هناك كثير من الأفكار لخدمة المجتمع، وهو موضوع أيضا من خلال التقنية، من خلال التواصل مع تقديم خدمات لذوي الإعاقة السمعية وهم موجودون في منازلهم بسبب جائحة فيروس كورونا. نحن اليوم ضيفنا الأول راح يكون هذه إشارته، محمد مبارك العامري، هو نائب مدير التسويق بشركة حياة للمعلومات. ضيفنا الأول، نسلم عليكم محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا أخوي سلطان، وشكرا على استضافتي والاتصال المباشر وأنا في المنزل من خلال جميل. ما شاء الله ما شاء الله، أنت في البيت، وسعيد جدا أنك. كيف شعورك وإحنا نتواصل معك؟ الحمد لله جدا سعيد، يعني هو وصولي إلى التلفاز كان ربما تكون في زحمة السير وغيره، ولكن عن طريق البعد. ممتاز جدا، وأنتم مع الأسرة، وأيضا هناك جهات كلها تساعد في أن يكون التواصل سهل ويكون توصيل المعلومة بشكل جيد، وهذا يسعدنا كثير. موضوعنا، أنا سمعت وأيضا أشكر شركة حياة لتقنية المعلومات، أنه أنتم كشركة تقدموا الخدمات للمجتمع ذوي الإعاقة السمعية، ممكن تعطينا تفاصيل أكثر عن هذه الخدمة التقنية؟ نعم، شركة حياة لتكنولوجيا المعلومات هي يعني التي تصل المعلومة لكل الأشخاص الصم بطريقة واضحة ومن مصدرها الأساسي، وهي ما تسهل علينا المسافات البعيدة، وربما تكون اختصرت جميع الأمور في جهاز واحد وتطبيق واحد. وأيضا يعني بصعوبة وجود مترجمين في الوقت الحالي، التقنية هي ربما قلصت العبء والعمل الجاد لكل مترجم. هذا شيء رائع جدا ما شاء الله، عمل ممتاز، وإن شاء الله أن يتواصل هذا العمل. ثانيا، بالنسبة للبرامج التي تقدم لخدمات، بالنسبة للساين بوك الموجودة داخل حقيبة هذه الخدمات الموجودة في الشركة، ما هي البرامج والخدمات والأهداف التي ترموا إليها من خلال هذه الخدمات التقنية؟ نعم، هي يعني جدا سهلة الاستعمال وسهولة الوصول إليها. الخدمات الموجودة هي الاتصال المباشر لكل شخص أصم موجود في أي مكان وأينما كان، واتصاله بالمترجم المباشر، وأيضا خدمة الباركود اللي هي التي تجعل لكل سلعة أو موجودة بالباركود مترجمة بلغة الإشارة، وأيضا الأخبار المحلية والدولية. رائع جدا.
هذه خدمات مختلفة. كيف ما هي الخدمات التي يعني أنتم تفضلونها، أو يعني هناك تحديات واجهتوها، هناك مشاكل واجهتوها أيضا، وكيف وجدتم الحلول لهذه الخدمات وتحويلها إلى خدمات تسعد ذوي الإعاقة وأيضا تضع فيهم الثقة في هذه الخدمات؟ نعم، يعني بالسابق كان هناك ما لا يوجد تواصل عن طريق التقنية، وكان اصطحاب المترجم في كل مكان، وهذا تحدي كبير بالنسبة لنا. الحمد لله بفريق ومجهود من شباب الصم، يعني احنا حسينا انه هاي التقنية هي اللي راح تقلص العبء الكبير لكل شخص، وتجعل كل شيء في وقته المناسب، وسهولة التواصل عن طريق الاتصال المرئي، وايضا عن طريق الباركود وغيرها من هذه الامور. الحلول تجعل الالكترونية هي حل سهل جدا للوصول. خدمات وأهداف رائعة. الآن أنا شاهدت كذلك وسمعت أنه من خلال جائحة فيروس كورونا يعني خطورة كبيرة جدا في، وأيضا ألزمت الجميع الجهات أو اللجنة العليا في الوجود داخل المنزل، هل هناك حلول من قبل الشركة للمعلومات أن توفر خدمات، وهذه فرصة جيدة أيضا للشركة؟ نعم، يعني قبل الجائحة كورونا كوفيد 19 كان يعني الكثير كان غير مستعد لهذه الأمور الطارئة، ولكن رغم من هذه التطبيقات والإلكترونيات التي حصلت في هذه الفترة، الحمد لله رب العالمين حصلنا على نصيب كافي. عندي أيضا بالنسبة لفيروس كورونا، هناك تعاون من الجهات الحكومية، من القطاع الخاص، من المؤسسات، هناك تعاون أيضا، ممكن تخبرنا عن هذا التعاون مع الشركة؟ نعم، هو أول شيء كان الاتفاق مع وزارة الصحة بمركز الاتصالات، ولأي طارئ لأي حدث يتعلق بالأشخاص الصم كان الاتصال لمركز الاتصالات في وزارة الصحة. وأيضا نعم. جميل جميل، أشكرك جدا على هذا العمل، والله يأجركم، وإن شاء الله أن تزول هذه الجائحة، وأنا سعيد جدا بالتواصل معك من خلال التقنية هذه، وأنا أيضا متحمس جدا لهذه التقنية. وشكرا لك محمد، وأنا فخور بكم جدا، وهذا شيء جميل جدا. الآن موضوعنا الثاني مع ضيفنا الثاني كذلك الأخ ياسر البلوشي، إن شاء الله راح نلتقي به الآن أيضا ضيف آخر خلال التقنية. شكرا لك أخوي سلطان، في ميزان حسناتك إن شاء الله. ياسر البلوشي، نعم أيضا معنا بيكون الطالب ياسر. هو ما هو شعوره، نستفسر عن شعوره، كيف هل هناك اختلاف، هل هناك أيضا تحديات تتعلق بهذه التقنية، هل هو يعني مرتاح بهذه التقنية من خلال وجوده داخل المنزل بسبب جائحة كورونا، كيفية التواصل أيضا مع الكلية أو الجامعة، هل ساعدتهم هذه التقنية أيضا؟ إن شاء الله مع الأخ ياسر البلوشي. السلام عليكم الأخ ياسر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا أخوي سلطان، شكرا لاستضافتك في برنامج قهوة الصباح. الحمد لله أنا جدا سعيد بوجودي معكم في هذا البرنامج الشيق. ممتاز. أنا بسألك كيف بالنسبة للطلبة ودراستهم وهم موجودين في المنزل، هل هناك صعوبة، هل هناك تواصل من خلال الطلبة مع الجهات اللي يدرسوا فيها، تواصل مرئي؟ نعم، يعني الصعوبة والتحديات لم تكن موجودة في خلال هذه الفترة، والحمد لله بتنظيم وتعاون من كل الجهات المعنية، وأيضا هنالك دائما نتائج طيبة يعني عن طريق الحلول التي نجدها من خلال التقنية. فالحمد لله يعني احنا نتواصل مع المدرسين عن طريق هذه البرامج، وأيضا يعني الدروس تكون على الأونلاين البث الحي، وأيضا هناك صعوبة فقط في الترجمة، ولكن إن شاء الله لها حلول. ممتاز جدا، أنا سعيد جدا كذلك أنكم أنتم مواصلين دراستكم، هنا تكون فيها صعوبة من خلال التقنية اللي تتواصلوا فيها. سؤالي التالي، بعض الأشخاص الصم لما يكون يعني في
في البيت في المنزل، يعني ممنوع الخروج للطلبات مثلا، وهذه صعوبة بالنسبة للأشخاص الصم عندما يطلبون الأغراض أو بعض الاحتياجات في الاتصال. كيف الحل والطريقة التي ممكن تساعد الأصم؟ نعم أخي سلطان، أنا جدا سعيد يعني بوجود هذه التقنيات الحديثة المساعدة لذوي الإعاقة، وهي فرص لابد أن نستهزها يعني، وربما التحديات هذه اللي كانت موجودة ربما تتغير إلى حلول، والتي الآن تغيرت جذريا عن طريق يعني مراكز الاتصالات الموجودة حاليا في السلطنة، وبالإمكان أنك تتواصل مع أي شخص وأي مكان، وربما كل شيء عن طريق الإنترنت ربما يصلك إلى المنزل. فالحمد لله يعني بجهود الجهات المعنية وغيره والمترجمين أيضا لهم جزيل الشكر على تواصلهم الدائم مع الأشخاص ذوي الإعاقة ووجودهم من خلال هذا التطبيق. رائع جدا، الحمد لله. بالنسبة للكلية هناك تواصل، بالنسبة لأولياء الأمور والأسرة أيضا تتواصل معهم، وأيضا تتواصل مع مختلف الأمور، وجود المعلومات وأيضا احتياجات الغذائية وأيضا أي طوارئ أو أي من خلال مراكز الاتصال، من خلال أيضا لا تكون صعوبة، هناك حلول ومساعدة بالنسبة لكم، صحيح؟ نعم نعم، هناك حلول كثيرة يعني تغيرت من خلال يعني تعاون الحكومة والوزارات والقطاع الخاص عن يعني الترويج والإعلانات، من غير أن بث الأخبار المحلية والعالمية عن طريق لغة الإشارة، وتوصيل الأشياء جميعها من مواد غذائية وغيرها والضرورية إلى المنازل، وأيضا الخدمات الطبية وآلية طريق توصيلها جميعها الحمد لله بكل سهولة عن طريق هذا التطبيق، وبفضل المترجمين الذين دائما يكونوا متوفرين في خلال هذا البرنامج، والحمد لله على كل حال. ممتاز ممتاز جدا، انا فخور بمتابعته ومشاهدته، وهذا يعني شكل لي سعاده كبيره جدا بتواصلك. السؤال التالي بالنسبه لشركه حياه لتقنيه المعلومات، تعرف متى بدات في العمل بهذا العمل؟ نعم، هي بدأت في من خلال 2018 إنشأت هذه الشركة الجديدة، والحمد لله من خلال 2019 يعني بدأت بتكون يعني فرصة لتطبيق الاتصالات المرئية والتي تخدم ذوي الإعاقة السمعية وتوعية ثقافتهم وتطويرهم من خلال الأمور الثقافية والمجتمعية. نشكر جزيل الشكر على القائمين بهذا العمل ولجميع المترجمين العاملين في خلال هذا التطبيق. طبعا أشكرك جدا، وأنا يعني سعيد بتواصلي معك، وشكرا على وجودك معنا وأنت موجود في المنزل، وأتمنى أن تكون دائما في المنزل مع الأسرة وأن تسعد معهم وتواصل معهم، وأيضا تواصل مع الآخرين خارج من خلال هذه التقنية، وأيضا تواصل في مسألة الحفاظ على أنفسكم، مواصلة الأعمال الرياضية والتثقيف الذاتي. شكرا جزيلا لك ياسر. شكرا جزيلا لكم على هذه الاستضافة، وفي الختام يعني هذا البعد لم يكن عائق لنا، والحمد لله هي سهولة التواصل التي وصلتنا إلى الآن. يعطيك العافية، شكرا جزيلا لك. طبعا نحن يعني الحمد لله فخورون في هذا التواصل التقني السهل، إن شاء الله راح يكون معنا ضيوف آخرين في حلقات قادمة راح يكون بنفس التقنية، وبحيث أنه يكون بشكل جميل. نشكر طبعا الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، معالي الدكتور، وأيضا كل الموظفين العاملين والمهندسين تحديدا الذي ساعدونا في أن نخرج بهذه الصورة. شكرا لكم وإلى اللقاء. كورونا المستجد سلالة جديدة من فيروسات كورونا، والتي هي فصيلة من الفيروسات واسعة الانتشار المسببة لطائفة من الأمراض، تتراوح في شدتها بين نزلات البرد البسيطة والمتلازمة التنفسية الحادة. ما تزال طريقة انتقال الفيروس غير معروفة على وجه التحديد، وتنتقل العدوى بين المرضى والمخالطين لهم عن طريق الاتصال عن قرب والتعرض لرذاذ السعال أو العطس أو ملامسة الأسطح الملوثة به. تشمل الأعراض الحمى والسعال وضيق التنفس والالتهاب الرئوي الحاد الذي قد يتطلب التنفس الاصطناعي ودعم وحدة العناية المركزة. لا يوجد لقاح فاعل إلى الآن، والعلاج المتاح حاليا يعتمد على العلاج الداعم للتعامل مع الأعراض. للوقاية غسل اليدين أو تعقيمهما،
تغطية الفم والأنف بالمنديل أو الكوع عند العطس والسعال، تجنب الاتصال المباشر مع من يعاني من أعراض المرض، عدم مشاركة الآخرين لأدواتهم الشخصية. على القادمين من المناطق التي ظهر فيها المرض مراجعة عيادة المطار أو أقرب مركز صحي مع الإفصاح الذاتي عن تاريخ السفر والمخالطين لهم، وينصح بعدم السفر للمناطق التي ظهر بها المرض إلا للضرورة القصوى، مع الحرص على الأخذ بالإجراءات الوقائية. وعيك وقاية.